كل انواع التقتيل وكل انواع الاعدام بعد الاستقلال نسي واصبح من الماضي، واصبح الان تلك المعالم تزول من سنه الى اخرى وحولت، وللاسف ساقولها بكل جراه حتى ويغضب مني الفلاحون الذين يقومون بخدمه هذه المزرعه سيغضبون علينا، لاننا نحمل رساله للمحافظه على هذا المعلم التاريخي الذي حول الى اسطبلات والى مستودعات لتربيه الحيوانات، وهذا شيء أن مطلبنا موضوعي جدا. إذا كان في حق الشهيد يعني الحقيقة يهون كل شيء، ولكن مع ذلك نطالبه باش يسجل هذا المكان، يعني يأخذ حقه ثم ينظف ثم يجعل له حارس. هذا في نهار اليوم راه ولا كوري، راه ولا كوري نتاع مال ونتاع واسمه، خلاص انتهى من الشيء اللي انتهى اللي عدوا فيه، انتهى وراح. المطمور اللي راكم تشوفوا فيها، راكم تشوفوا فيها بعينكم، هذه عيط فيها حتى 70 ترس هذه، ويتفرشوا برشا اسمو غير الكاغط ومساكن واسمو، وماتت هنا. انا قعدت 3 شهور هنا. الشيخ نتاع الميدة لازم يولي كيما كان نهار كان العسكر هنايا، يولي يشوفوه الناس يديروا له التاريخ نتاعو كل بلاصه.